بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ننتظر دقيقة بس حتى العدد يكتمل ونبلش نسولف. اوكي، هاي بيسك لايف سبورت، ما لكم علاقة بها، شي خططها هاي مال البث مال باكر، بس بدي اسوي تجربة. اليوم موضوعنا عن الهايبر ناتريميا. جانا ذاك البث عن الهايبوناتريميا، اليوم نحكي على الهايبر ناتريميا، واذا الله انطانا عمر نحكي على البوتاسيوم ديستربنسز ان شاء الله. اوكي، اعتقد يعني صارت تقريبا دقيقة. شوي خلينا نتذكر اللي حكينا ذاك البث السابق عن الالكترولايت ديس اوردرز. بس اذكركم بالنقاط الرئيسية اللي حكيناها اللي لازم نتذكرها باني الكترولايت ديس اوردر على مود من نبلش اليوم بالهايبر ناتريميا. احنا هاي القواعد الاساسية احنا متذكريها. اوكي، فيرست اوف اول، التعويض مال الواحد اللي عنده disturbance acid base electrolyte وفلويد، البرايوريتي هي للفوليوم، هي الانترافاسكولار فوليوم ريبليسمنت، هذا فيرست برايوريتي. اثنين البي اتش، ثلاثه الالكترولايت. الالكترولايت منو؟ اول مره الالكترولايت اللي هي العلاقه بالهارت، فانكشن اوف ذا كوندكشن سيستم اوف ذا هارت، اللي هي بوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم. ومن ثم الالكترولايت البقية اللي هي صوديوم والكلورايد. اذا اكو priorities عندنا. This is first. Second الreplacement او الcorrection بصورة عامة. Correction of the electrolyte. Okay. The time of correction يساوي the time of development of the disorder. اش قد استهلك زين وقت حتى يصير عندي disorder او disturbance هو نفس الوقت اللي راح اصرفه بالمانجمنت. اكو استثناءات لهاي القاعده راح نحكيها اليوم باذن الله. اوكي، لكن بصوره عامه القاعده تقول ايش قد تايم استهلك حتى يصير هذا الديستربنس هو نفس التايم مال الكوركشن. اوكي، النقطه اللي بعدها انه الالكترولايت ديس اوردر كومونلي اكو يصير عندي ايرور، كمان يصير عندي ايرور. فالابروتش السليم انه اذا شفت الالكترولايت ديس اوردر او الرقم اللي طلع عندك بالنتيجه مال الالكترولايت بالانفستيجيشن ما يمشي ويا الكلينيكال برزنتيشن مال البيشنت، فدبل تشيك ذا الالكترولايت. اوكي، ذيس از ا كومون يعني كومونلي فاوند ايرور بالالكترولايت. اوكي، هاي شغلات حكيناها اساسيه بيسك لازم تتذكرها وين يو ديل وذ الالكترولايت ديس اوردرز. اوكي، حكينا ذاك البث عن الهايبوناتريميا. مراجعة سريعة، الصوديوم نورمالي بين 135 إلى 145، لما يقل عن 135 هايبوناتريميا تأكد أول مرة هذا true or false أو factitious من خلال السيرم أوزمولاريتي. شوف السيرم أوزمولاريتي إذا أقل من 275 معناها هاي true، إذا أكثر زين معناها هاي factitious مو true هايبوناتريميا. المانجمنت مالتنا فلويد ريسستيشن اذا كان البيشنت شوكت، اذا كان البيشنت ايوفوليميك او هايبرفوليميك ريستريكت ووتر. اوكي، البيشنت اذا كان اكيوت برزنتيشن او كان البيشنت عنده سيفير سيمتومز مثل سيجر او كوما، او البيشنت جوا ال 120 الصوديوم مالته، فالمانجمنت شود بي وذ 3%
3% saline اللي هو او 3% صوديوم كلورايد سوليوشن اللي هو 1 مل بير كي جي بير اور، ونعيد الالكترولايت اكيوتلي نصعده 5، ثم اذا كان اكيوت نصعده مو اكثر من 12 بير داي، واذا كان كرونيك مو اكثر من 6 بير داي. اوكي، هاي مراجعه سريعه للهايبوناتريميا. نجي على الهايبرناتريميا. هايبرناتريميا مو بتعقيد الهايبوناتريميا، اسهل. هايبرناتريميا لما الصوديوم يزيد عن 145 ملي اكوفالنت بير لتر، من يصير اكثر من هيك this is hypernatremia. اذا شلون اعرف انه هذا البيشنت هايبرناتريك؟ شنو الكلينيكال برزنتيشن للبيشنت؟ شلون يصير عندي؟ خلي ببالك الالكترولايتس ان جنرال ما راح تنطيك في سبيسيفيك ساينس، اكسبشن اكو بالنسبه للكالسيوم. زين الالكترولايت بصوره عامه الصوديوم ما ينطيك في سبيسيفيك ساينس وسيمتومز تقدر من خلالها تحلف تقول هذا هايبر او هايبرناتريمي. فالساينز والسيمتومز it is not diagnosed، يعني diagnostic. بس شنو ممكن نشوف على البيشنت؟ عادة السيمتومز تظهر لما الصوديوم عادة أكثر من 158، يعني الصوديوم من يصعد عندك أكثر من 158 ملي إكوفالنت بير لتر تبدي عندك تظهر السيمتومز، أو الأوزمولاريتي أكثر من 350 ملي أوزمول بير لتر. ذني أرقام خليهم بالك، ذني يطلع عندك عادة symptoms of hypernatremia. زين هي شنو هي symptoms؟ شو أنا أشوفه للpatient؟ تخيل من الصوديوم يزيد، إيش راح يصير عندك inside the plasma؟ الصوديوم is high، الأوزمولاريتي تصعد، إيش راح يصير عندك؟ إيش راح يصير عندك؟ الفلويد يتحرك من الانتراسيلولار من داخل السيل، الفلويد راح يتحرك هذا blood vessel، أوكي؟ هنا الأوزمولاريتي صعدت، الفلويد زين حتى يعادل راح يتحرك من الانتراسيلولر للاكستراسيلولر كومبارتمنت. اوكي، فش راح يصير عندي شرينكج بالسيلز، يصير عندي شرينكج بالسيلز. اوكي، من السيلز المهمه بالبودي هو البرين، فيصير عندك من يصير عندك شرينكج تتوقع نيورولوجيكال سيمتومز راح تظهر عندك. شنو هاي نيورولوجيكال سيمتومز؟ اريتابيليتي البيشنت، شوف اريتابل، اتاكسيا تشوف البيشنت، هايبر ريفلكسيا، اوكي، سباستيسيتي، lethargic patient تتطور الأمور ممكن seizure and coma. إذا neurological symptoms أتوقع أشوفها على patient، هل هي specific؟ يعني هل هاي neurological symptoms اللي حكيتها أو signs specific للhypernatremia؟ لا والله مو specific للhypernatremia. ولهذا أني لما أشوف هيك symptoms وأشك إنه patient، وحتى لو ما أشك patient ما خال بالي أني الhypernatremia، هذا السبب اللي خلى الالكترولايت in general، بس انتبه على هاي النقطة بليز، هذا السبب لأنه ذني الالكترولايت ما تنطي specific signs and symptoms بصورة عامة. أوكي، الصوديوم خصوصا ما ينطي specific signs and symptoms، صارت الانفستيجيشن to search for the electrolyte sodium potassium chloride is empirical. empirical يعني شنو؟ عمياوي. أوكي، sodium potassium chloride هذني الالكترولايت تندز عمياوي، يعني any patient looking ill، زين critically ill أو ill بالemergency وتريد الدزة investigation، لا تنسى الدزة sodium potassium chloride الالكترولايت. من الدز sodium potassium chloride يكفي أن تكتب للمختبر serum electrolytes، يكفي أن تكتب هاي الكلمة، هو راح ينطيك sodium potassium chloride، مو أكثر من ذني ثلاثة. لا والله أنت تريد أكثر، تريد تعرف المغنيسيوم الكالسيوم الفوسفيت، ask specifically وياهن، مو تكتب السيرام إلكترولايت لأن ذني البيسك سيرام إلكترولايت ذني ثلاثة، تريد واحد من ذني اكتبهن specific، ضيفهن سيرام إلكترولايت زائد مغنيسيوم زائد كالسيوم زائد فوسفيت، لأن ذني من انضافهن صارن comprehensive سيرام إلكترولايت تيست. أوكي، المهم ذني الثلاثة empirical. empirical يعني شنو؟ يعني عمياوي، يعني any patient ill موجود بالإمرجنسي أدزها. ليش صارت عمياوي؟ لأن signs with symptoms مال هاي الأبنورماليسيز زين هايبر أو هايبوناتريميا وحتى البوتاسيوم زين اللي راح نجي نحكي عنه ما ينطيك specific signs and symptoms. that's why إحنا حتى إذا راح من بالنا وما فكرنا بيه بالdifferential ندزه عمياوي any patient that is ill
زين وبرزنت تو ذا ايمرجنسي ديبارتمنت. واضح؟ زين. هسه احنا عرفنا ساينز اند سيمبتومز، عرفنا انه تشخيص السيرم او تشخيص الهايبر ناترينيا يكفي انه نسوي سيرم صوديوم ونحسب الميجرد اوزمولاريتي ونعرف السيرم اوزمولاريتي ونحسب نعرف انه هذا البيشنت از هايبر ناترينيك، هذا البيشنت از هايبر ناترينيك. فالدايجنوسيس، دايجنوسيس شو احتاج بالدايجنوسيس؟ احتاج السيرم صوديوم اوكي، واحتاج السيرم اوزمولاريتي. طبعا اليورين صوديوم واليورين اوزمولاريتي راح تفيدنا ايضا بالسب تايبس، اذا اكو سب تايبس على مود دايجنوسيس اعرف انه هذا، حتى اكتشف انه البيشنت عنده هايبرناترينيا. بس هنا انا حتى اعرف الكوز ليش صار هايبرناترينيا، ذني بلس الفوليوم ستاتس، لان هنا أنا ممكن البيشنت يكون هايبوفوليميك ايوفوليميك وهايبرفوليميك، حاله حال البيشنت وذ هايبوناترينيا. بس مو بذاك التعقيد، المانجمنت سما راح نجي نحكيها مو بذاك التعقيد اوكي. اذا عرفنا الدايجنوسيس شو احتاج، كوز ليش يصير البيشنت هايبرناتريميك، يعني اذا شفت البيشنت الصوديوم مالته هاي شنو الاسباب؟ ممكن خلي ببالك يا اما فري ووتر، انتبه على كلمه فري ووتر، طبعا هو ما راح يطلع لك ماي مقطر اكيد ويا صوديوم، بس ووتر ان اكسس اوف صوديوم، يعني البيشنت راح يفقد ووتر زين، بس الفري ووتر يعني كميه الووتر يفقدها اكثر من الصوديوم لوس، او البيشنت صوديوم جين. هسه خلينا نجي على فري ووتر، شنو هي الفري ووتر؟ شلون يفقد البيشنت فري ووتر؟ احنا قلنا يعني ما راح يفقد البيشنت ماي مقطر، راح يفقد فلويد كونتيننج صوديوم كونتيننج الكترولايت، بس كميه الصوديوم اللي موجوده بالفلويد هي قليله مقارنه بالفلو بالووتر، فراح يفقد ووتر اكثر، فيسميه فري ووتر ديفيسيت اوكي. راح يصير عنده فري ووتر. شنو الاسباب؟ فوميتنج، دياريا، سويتنج، فيستشوله، كل الاسباب اللي ممكن يفقد بيها البيشنت ووتر. بس دقائق انه اني البيشنت اللي هاي اللي يعني الروتس اوف لوزينج ووتر هاي حكيناها بالهايبوناترينيا، نفس الكوزز اللي ممكن تسوي او نفس الاسباب اللي ممكن تسويك هايبوناتريميا ممكن تسويك هايبرناتريميا. اذا الكلينيكال برزنتيشن مال البيشنت ما راح يخدمك حتى تعرف انه هذا البيشنت هايبولو هايبر، لازم تسوي تيست على مود تعرف، لازم تسوي الانفستيجيشن حتى تعرف الصوديوم ستاتس. كلينيكال برزنتيشن ممكن الدياريا بوث، ممكن تسوي لك هايبوناتريميك بيشنت او ممكن البيشنت يجيك هايبو هايبرناتريميك، فبوث اوف ذم زين. أو صوديوم جين، قلنا فري فري ووتر ديفيسيت، أو ممكن البيشنت ما ياخذ ووتر ثيرست. إحنا نورمالي وين الأوزمولاريتي تصعد عندنا 2% يصير عندنا ثيرست زين، يصير عندنا ثيرست نشعر بالعطش، شو تسوي؟ تشرب ووتر، تشرب ووتر على متعدل الأوزمولاريتي. أكو sometimes بعض الأسباب قد تعيق شرب الووتر، elderly patient وhandicapped وما يقدر ويعيش وعايش وحده و cannot access water، ممكن يكون عرضة ال patient ال child يعني الأطفال الصغار اللي هم infants اللي هم pre بعدهم ما يعرف pre verbal okay ما يعرف يعبر أو ما يعرف يشرب ماء، هذا ممكن يصير ال patient أو يعني ما يعرف عن حاجته لل water، ما عنده يعني قابلية انه يقول اني عطشان او يشرب مي، فممكن يصير هايبرناتريميك. صوديوم جين، من يجي صوديوم جين؟ صوديوم جين اكسس صوديوم كلورايد انتيك، اكو تابلتس بيها صوديوم كلورايد ممكن تنوخذ ان اكسس وتسوي لي الصوديوم وين موجود بالدراجز اللي تنوخذ؟ صوديوم بايكارب، ممكن بيشنت اخذ صوديوم بايكارب زين وصار عنده هايبرناتريميا نتيجة الإكسس مال الصوديوم بايكارب. أكو certain diseases ممكن تسوي لي هايبرناتريميك، اتذكر شوية الفيزيولوجي مال الصوديوم، منو اللي يسوي retention of sodium بالبادي، منو المسؤول عن retention of sodium بالبادي؟ يا هرمون الدوستيرون، يعني الالدوستيرون المينرالا كورتيكويد والجلوكو كورتيكويد اللي هم بيها مينرالا كورتيكويد effect، فهايبر الدوستيرونيزم تسوي لك الصوديوم هاي. الكوشنج زين ديزيز ممكن تسوي لك الصوديوم هاي زين. اذا كل هاي اسباب انه نلقى صوديوم. شوف الليست مال هايبرناتريميا كومبريهنسيف،
وشوف الكلينيكال برزنتيشن مال البيشنت وشوف شنو ممكن يكون الكوز مال هايبرناترينيا. نجي على التريتمنت شلون اعالج البيشنت وذ هايبرناترينيا. جاني بيشنت صوديوم مالته هاي، اوكي تريتمنت. جاني البيشنت صوديوم مالته هاي شلون اتعامل وياه؟ اوكي اول نقطه احنا قلنا فوليوم، انتبه تتذكر بالبرايورتي قلنا فوليوم. فباوع على البيشنت عنده فوليوم، لان بدنا نحكي على فري ووتر ديفيسيت، بيشنت عنده فري ووتر ديفيسيت، عنده فوليوم لوس، البيشنت هاي يعني عنده البيشنت ديهايدريشن زين او شوكت، هذا ايش راح تعوضه؟ اي في فلويدز. يا تايب مال اي في فلويدز نورمال سيلين اور لاكتيتد رينجر. ليش ذني الاثنين؟ ايش معنى ذني؟ ذني اثنين ايزوتونيك سوليوشن، واذا تتذكر البث مال الاي في فلويدز قلنا الريسوسيتيشن يتم من خلال استخدام ايزوتونيك فلويدز. فواحد من ذني الفلويدز ممكن استخدمه للبيشنت على مود تو تريت هايبو فوليميا او ديهايدريشن او شوك ستيت، اوكي اكوردنجلي انطي فلويد. بولسز امبيريكال انطيه اياه لما اشوف البيشنت ديهايدريتد، واضح؟ ثم وراها اجي اتشيك البيشنت، اشوف الوضعيه مالته، اشوف الصوديوم اجين واشوف الاوزمولاريتي مالته شلون الوضع مالتها افتر ريسوسيتيشن. لان احنا قلنا ممكن بس الفوليوم ريبليسمنت ممكن اوتوماتيكلي ما يكركت بقيه الامور، ولهذا لازم ارجع واتشيك الامور واشوف شنو وضع الصوديوم شنو وضع الاوزمولاريتي. لا والله ستيل البيشنت هايبرناتريميك، ستيل البيشنت هايبرناتريميك، هنا أنا لازم أحسب، باو عليه لازم أحسب الفري ووتر ديفيسيت إش قد. هنا أنا مختياري لازم على مود أعرف إش قد راح أعوضه، لازم أحسب شلون عنده هايبرناتريميا وننطي نورمال سيلين. زين راح أجاوبك على سؤال، بس خلينا نحكي على فري ووتر ديفيسيت زين، وبعدين نحكي على شلون هو هايبرناتريميك وننطي نورمال سيلين اللي هو بيسوديوم. الفري ووتر ديفيسيت لازم نحسبه. شلون نحسب الفري ووتر ديفيسيت؟ الفري ووتر ديفيسيت يساوي التوتال بودي ووتر. احنا عرفنا شلون نحسب التوتال بودي ووتر، يمكن حكينا نشوف التوتال بودي ويت ونحسبه ايش قد يمثل. تقريبا 60% تقريبا، يعني هو يختلف من الجندر، الميل عن الفيميل والتشايلد عن الادلت، لكن تقريبا هو يمثل 60% تقريبا roughly 60%. فاقدر احسب 60% بالبادي ويت يطلع عندي توتال بادي، هاي حتى تكون واضحة ووتر مو ويت، توتال بادي ووتر في شنو الفرق؟ الفرق عندي الميجرد اوزمولاريتي، ايش قد الاوزمولاريتي اللي حسبتها؟ اوزمولاريتي ايش قد الاوزمولاريتي؟ ناقص الافرج مالتي اللي هو 285 على الميجرد اوزمولاريتي. يعني احسب الاوزمولاريتي مالتي، مو احسبها سوري، اشوفها ايش قد طلعت عندي، الميجرد مو الكالكوليتد، الميجرد اللي موجوده عندك بالاي بي جي بيبر فور اكزامبل، تطلع عندك ميجرد اوزمولاريتي ناقص 285 على الميجرد اوزمولاريتي حتى اطلع النسبه، حتى اطلع نسبه الفرق ايش قد، ايش قد زايد عندي، ايش قد اكو زايد عندي بالاوزمولاريتي نسبتها، واضربها في التوتال بودي ووتر يطلع عندي الفري ووتر ديفيسيت. زين الفري ووتر ديفيسيت، زين انا شلون راح اعوض هذا الفري ووتر ديفيسيت؟ يعني اعوضه اكيوت، اعوضه يعني كله انطيه اياه للبيشنت، اجزئه واقسمه وانطيه اياه شويه شويه، وشنو هو الفري ووتر ديفيسيت؟ شلون اعوضه باي تايب اوف فلويد؟ اولا اول نقطه التايب اوف فلويد اللي استخدمه، التايب اوف فلويد هو يا اما 0.45% سيلين اللي هو هايبوتونيك حكينا عنه سابقا، او ديكستروز 5% ان ووتر، واحد من ذني نستخدمهن. طبعا هذا اكثر يعني هايبوتونيك اكثر من هذا، يعني هذا كميه هذا بس ووتر كانه، لان الجلوكوز راح يستهلك يبقى بس الووتر، ديكستروز 5% ان ووتر تنطيه هذا بس ووتر، هذا لا بنسبه صوديوم زين، بس اثنيناتهم ممكن يستخدم. شلون انطيه للبيشنت؟ اذا هذا التايب اوف فلويد. اثنين اوكي ام سوري يمكن صار ديسكونكشن وسرجع مره ثانيه.
اوكي الريت اوف ادمنستريشن شلون انطي؟ انطي للبيشنت الفري ووتر ديفيسيت من حسبه اللي هي انطيه اياه للبيشنت بما يضمن نزول الصوديوم اذا كان اكيوت 1 ملي اكويفالنت بير لتر بير اور مو اكثر من ينزل الصوديوم مو اكثر من 1 ملي اكويفالنت بير لتر بير اور هذا الماكسيمم ديكريز واذا كان كرونيك 0.5 ملي اكويفالنت بير لتر بير اور اوكي اكيوت 1 ملي اكويفالنت بير لتر بير اور نزله كرونيك 0.5 ملي اكويفالنت بير لتر بير اور زين شنو هو الاكيوت شنو الكرونيك تذكرون من ذاك البث بالهايبوناتريميا حكينا وقلنا انه الاكيوت means انه الديفلوبمنت اوف ذا ديس اوردر صارت باقل من 24 48 ساعه والكرونيك اكثر من 24 او 48 ساعه زين هاي شنو هذا الوقت واي لانه بعد هذا الوقت يصير ادابتيشن شنو هي الادابتيشن تبدي السيلز تشوف اذا البلازما كانت الاوزمولاريتي مالتها هاي تبدي السيلز شو تسوي تصعد الاوزمولاريتي مالتها فشي يصير عندك يقل الفرق بيناتهم فما يظهر عندك سيمتومز ما يصير مور شرينكج بالسيلز واضح يعني السيل ويل ادابت تاخذ ريتنشن تسوي للاوزمولايتس الاكت يعني الاوزموتيكلي اكتيف بارتيكلز وتبقى انسايد ذا سيل زين فيصير عندك الفرق قليل او الفرق يعني يقل الفرق بما يقلل السيمتومز فما يصير عندك مور شرينكج بالسيلز اما اذا كانت اكيوت بعدها ما ملحقه تصير فهذا البيشنت ابو الاكيوت يشوف السيمتومز مالته مور اجريسيف عن ابو الكرونيك وضحت الفكره هسه اذا التريتمنت هي التالي اذا كان البيشنت زين تريتمنت اذا كان البيشنت هايبوفوليميك اذا كان البيشنت هايبوفوليميك انطي عوض فلويد بالبدايه اوكي وراها طبعا لازم تعرف الكوز مين وايل انت تو تريت ذا كوز بعدين تجي على الفري ووتر ديفيسيت تشوف ايش قد شلون تحسب الفري ووتر ديفيسيت توتال بودي ووتر تضربها في الفرق الميجرد اوزمولاريتي يعني احنا كنا محتاجين هاي اوكي الحمد لله الميجرد اوزمولاريتي ناقص 285 على الميجرد اوزمولاريتي اوكي اطلع الفري ووتر ديفيسيت ولنقل 4 لتر خلينا نقول طلع عندي 4 لتر شلون اعوضها اولا التايب هو اما 0.45% سالين او ديكستروز 5% ان ووتر الادمنستريشن ايش قد انطيها بما يضمن اذا كان اكيوت البيشنت ديفلوب ذا ديس اوردر باقل من 24 48 ساعه انطيها بما ينزل الصوديوم ب نوت مور ذان 1 ملي اكويفالنت بير لتر بير اور اما اذا كان كرونيك 0.5 ملي اكويفالنت ان لا يزيد عن 0.5 ملي اكويفالنت بير لتر بير اور خلي ببالك اكو اذا فد سبيسيفيك كونديشن يجي البيشنت ماخذ صوديوم كلورايد تابلت هذول ياخذوها يعني سوسايد هذا اذا ما لحقت له تنطيه فري تعوضه الفري ووتر ديفيسيت اكيوتلي يو ويل لوز ذا بيشنت راح يصير عنده شرينكج بالسيلز ويصير عنده انترا سيريبرال هيموريج يو ويل لوز ذا بيشنت فايش قد هو الليفل دوز يعني من 0.75 to 3 milligram per kg sodium chloride NaCl higher level dose higher level higher قاتلة higher dose ياخذوها ممكن tablet suicide for example هذا يجيك البيشنت إذا أجاك within 6 hours بالع ذني تنطيل free water deficit بأسرع ما يكون تعوض هي بسرعة نانا إذا within 6 hours without side effect ما يصير عنده side effect راح يصير عنده improvement high specific زين كيس سيناريو يو مي سي فهذا شويه التريتمنت مالته سبيسيفيك لانه راح نعوضه بسرعه اوكي هذا كان الهايبرناتريميا هم الامور طبعا من السندرومز مال هايبرناتريميا هو الدايابيتس انسيبيدوس دايابيتس انسيبيدوس واحد من الكوزز مال هايبرناتريميا يعني اني احتمال يعني ببث مستقل احكي لكم على السياده هو سندروم اوف انابروبريت اي دي اتش والدايابيتس انسيبيدوس لانه بها حكي سبيسيفيك خاص بها هذا الحكي مالتنا جست على الالكترولايت ان جنرال بغض النظر عن الكوز وتريتمنت اوف ذا كوز وضحت الفكره
هذا كان الحكي على الصوديوم. سمري سريع without ما نكتب أي شيء، بس اسمعني، الصوديوم من يصعد فوق 145 هذا hypernatremic patient. عادة السيمتمز تطلع لما الصوديوم يصير عندي أكثر 158 أو السيرم أوزمولاريتي أكثر من 350 ملي أوزمول بير ليتر. أوكي، الساينز والسيمتمز نان سبيسيفيك، لكن شن هي؟ إذا صار الصوديوم هاي يطلع عندي ساينز والسيمتمز البيشنت كونفيوجن ريتابل اتاكسيك. زين، كل ما زاد الصوديوم كل ما زيد السيمتمز والساينز، بيشنت ممكن يدخل بسيجر وكوما. أوكي، الدايجنوسيس نحتاج سيرم صوديوم على مود نحسب ونشوف السيرم اوزمولاريتي. زين، واحنا عرفنا انه السيرم صوديوم من فوق 145 نقول عليه هذا البيشنت هايبرناتريمي. الكوزز ليش يصير البيشنت هايبرناتريميك، الاسباب هي اما فري ووتر لوس او صوديوم جين. فري ووتر لوس من اجى لوس من البودي، دياريا فوميتنج اند سو. زين، او البيشنت ما ياخذ ووتر، يعني ما دا اكسس للووتر مالته، ما دا يوصل للووتر. Elderly patient who handicapped مثلا ما يوصل الواتر، او البيشنت عنده صوديوم جين. صوديوم جين من اجى؟ صوديوم كلورايد مثل ما قلنا لكم، صوديوم بايكارب ينطي كتريتمنت، او البيشنت قلنا دايابيتس انسيبيتس، بيشنت عنده مينرال كورتيكويد او جلوكوكورتيكويد اكسس. زين، هذا فيما يخص الكوزز. مانجمنت، اول شيء عنده فوليوم ديفيسيت عوض الفوليوم، ثم الفري ووتر ديفيسيت. الفري ووتر ديفيسيت نحسبها بالقانون اللي حكيناه. اوكي، بعدين نعوضها. شلون نعوضها؟ اذا كان اكيوت نعوضها بما ينزل الصوديوم مو اكثر من 1 ملي اكوفالنت بير لتر بير اور، واذا كان كرونيك مو اكثر من 0.5 ملي اكوفالنت بير لتر بير اور. اذا كان البيشنت ستيبل، هاي ما حكيتها بس هسه خلوها ببالكم، اذا كان البيشنت ستيبل اويك ممكن تنطي 2/3 اورال ب 1/3 اي في. لا والله انا ستيبل كلها اي في. اوكي، اذا كان البيشنت ستيبل 2/3 اورال 1/3 اي في 1/3، إذا لا البيشنت unstable كلها IV. أوكي، هذا الهايبرناتريميا نودعها و ساعة. أوكي، زين، نص ساعة خلاص. نحكي شوية عن البوتاسيوم. البوتاسيوم اللي ماكو واحد بينا ما يعرفه، ماكو واحد بينا ما يعرف الهايبو والهايبركاليميا، لأنه كلش كمان وهواية نسأل عنها وكل الكتب ذاكرة تفاصيل عنها. الصوديوم كان شوية مظلوم مقارنة بالبوتاسيوم. شنو البروبلم اللي ممكن يصير بوتاسيوم؟ أول مرة خلينا نشوف البوتاسيوم يعني شقد موجود عندنا بالسيرم، شقد عندي انترافاسكولار. البوتاسيوم نورمالي من 3.5 إلى 5.5 طبعا ملي إكوفالنت أو ملي مول بير لتر. تبع علي البوتاسيوم يعني قد تلقى الهاي رينج شوية باختلافات من كتاب إلى كتاب، اختلافات بسيطة، it's not a big deal. أوكي، لكن ما تشوف اختلافات كبيرة، يعني اختلافات بسيطة. 3.5 إلى 5.5 ملي كوفالنت بير ليتر، this is the normal potassium. البوتاسيوم mainly intracellular، محبوس inside the cell. زين، 150 ملي كوفالنت بير ليتر. زين، هذا الكونستريشن مالته inside the cell. outside the cell هذا بالسيرم 3.5 إلى 5.5. الرينج مالته يبقى within this narrow range. أي نزول أو صعود يسوي لك مشاكل. خوفنا منه على الهارت، خوفنا على الهارت، يعني هذا هارت أو هيجتري ترسمك كيفك، خوفنا على الهارت. أوكي، لأنه البوتاسيوم يأثر على الهارت. نرجع على أول disorder، هو الهايبوكاليميا. هايبوكاليميا يعني البوتاسيوم مالتي لو شقد اقل من 3.5. شلون اعرف انه البيشنت هذا هايبو كليميك؟ ساينز سيمتومز مال البيشنت، اكو ساينز سيمتومز سبيسيفيك للهايبوكاليميا؟ لا والله ماكو سبيسيفيك، بس ممكن تشوف البيشنت ويك، عنده ويكنس، كرامبس، هايبو ريفلكسيك، يعني ريفلكسي هايبو ريفلكسيا، باراستيزيا، إيلياس البيشنت كغاسترونتستينال سيمتومز، أو ديسرادمية. أوكي، البيشنت عنده ديسرادمية. ذني نون سبيسيفيك مو خاصة بالهايبوكاليميا، بس إحنا قلنا any patient looks ill أو جاني الامرجنسي ديبارتمنت، واحدة من الامبيريكال تيست اندز الكترولايتس، امبيريكال عمياوي من ضمن البوتاسيوم، فلا تخاف أنت راح تدز بوتاسيوم امبيريكال. أوكي، وتشوف. زين، أكو other البوتاسيوم
واحد من الاكسبشنز. احنا قلنا الريبليسمنت او الكوركشن اوف الكترولايت يصير بنفس الوقت اللي يصير بيه الديفيسيت. ايش جت تايم استغرق حتى يصير عندي ديفيسيت او يصير عندي اكسس؟ زين، هو نفس الوقت بالكوركشن. البوتاسيوم يكسر هذا الرول، البوتاسيوم يكسر هذا الرول. ليش؟ لان البوتاسيوم على الهارت مهم. فالبوتاسيوم يعني فور اكزامبل واحد ياخذ دايوريتكس، واحده من الكومنست كوزز اوف هايبوكاليميا، زين ياخذ دايوريتكس صار له شهر فصار ديفلوبت هايبوكاليميا، يعني الديفلوبمنت اوف ذا ديس اوردر صار له شهر، واجاك هايبوكاليميك وعنده ديسردميه، اجاك هايبوكاليميا وعنده ديسردميه. يعني معناها انت اذا ردت تمشي على الرول لازم التعويض ما تيصير خلال شهر، وهذا يعني موضوع ما ممكن. ليش؟ لانه البيشنت ات ريسك اوف ديسردميه، زين يصير عنده الهارت يصير ممكن ديسفانكشن، يصير عنده هايبوتنشن، يصير عنده هايبوبرفيوجن، اكو مشكله خطره على الهارت. ذاتس واي الكوركشن يصير اكيوت. الكوركشن حتى لو ديفلوبمنت اوف ذيس اوردر كان كرونيك، زين بس الكوركشن اكيوت. هذا شيء يخص البوتاسيوم، وذر ديكريز بوتاسيوم او انكريزد هايبركاليميا. اوكي زين، وحده من يعني انت دزيت بوتاسيوم، زين سام تايمز اني يعني ممكن الى ان يطلع بوتاسيوم يطلع لنا ساعه. اكو فد امبيريكال تيست اسويه للبيشنت او امبيريكال انفستيجيشن اسويه اللي هو الاي سي جي whatever يسميه، يعني empirical. زين ECG، ECG واحدة من ال empirical tools عمياوي تستخدمها to any critically ill patients اللي ممكن يطلع لك أشياء دليك على الدياغنوسيس. شو أشوف بال ECG ال patient أبو ال hypokalemia؟ U waves. ال U waves واحدة من ال changes اللي ممكن أشوفها بال ECG. ST segment depression. ST segment depression طبعا، و QT prolongation. QT prolongation او prolonged QT interval. ذني ال changes اللي ممكن اشوفها بال ECG في حالة الهايبوكاليميا اباوع عليها قبل ما يطلع البوتاسيوم. ممكن يعني يصير عندي hint اعرف انه هذا patient hypokalemic. causes ليش ال patient يصير hypokalemia. ال commonest cause قلنا هو loss يصير شلون؟ عن طريق الدايرتك يوز. دايرتك هذا الكومون كوز. بعد شنو من الاسباب؟ شفت انتو ذا سيلز، تستخدم انت يعني دراجز، ممكن انه شفت ذا بوتاسيوم انتراسيلولارلي. مثل ايش؟ صوديوم بايكارب يسوي الكالوسيس، زين فالصوديوم البوتاسيوم يدخل انتراسيل وما ادري احكي ميكانيزم حتى لا نطول السالفه. البيتا ادرينرجيك او بيتا اجنستس، ال administration of insulin glucose باو عليه. هاي الشغلات احنا نستخدمها اصلا بالهايبركاليميا على مود ننزل البوتاسيوم. فاذا البيشنت بوتاسيوم مالته نورمال وانت استخدمتها الاذر problems يعني ممكن تنزل لنا البوتاسيوم ويصير البيشنت هايبوكاليميك. اوكي ف ذني من يعني كوزز المهمه مال الهايبوكاليميا. نيجي على تريتمنت بيشنت هايبوكاليميك. إذا كان البيشنت alert و stable تنطي oral. أوكي قبل ما نحكي على الدوز والأورال، كل 20 ملي equivalent per dose، ملي equivalent per dose تنطيها للبيشنت بوتاسيوم، راح تصعد لك السيرم بوتاسيوم 0.25 ملي إكوفلنت بير ليتر. كل 20 ملي إكوفلنت بير دوز تنطيها ممكن تصعد لك هلقد البوتاسيوم. إكسبكتد قد تختلف من بيشن لبيشن، لكن إكسبكتد تو ريز دي بوتاسيوم 0.5 ملي إكوفلنت بير ليتر. إذا البيشن ستيبل وياخذ أورال، انطيه أورال. إش قد تنطيه؟ 20 إلى 40 ملي إكوفلنت بير دوز، وبعدين أشيك البوتاسيوم وأشوف إش قد صار عندي البوتاسيوم. نرجع للنورمال رينج. اوكي ارجع للنورمال رينج. لا والله البيشنت از يعني كريتيكال او ما يقدر ياخذ اورال، لازم انطي اي في. ناش قد انطي الاي في؟ ايش قد انطي الاي في؟ تقريبا 20 تو 30 ملي اكوفالنت. 20 تو 30 يعني او 10 تو 20 ممكن على حسب الديكريز. 10 to 20 ممكن 20 to 30 ملي إكوفلنت
زين مل اكوفالنت تنطيها بير ليتر، يعني شنو كل ليتر تحط بيه هاي الكمية وتنطيها للبيشنت اوكي، على ان لا تزيد اقصى، يعني طبعا قد تختلف هذا ايضا من الادلت البيدياتريك من الكتب كتاب، لكن بصورة عامة اغلب الكتب متفقة انه اكثر كونسنتريشن ممكن تحطه بير ليتر هو 40 مل اكوفالنت بير ليتر، هذا اقصى شيء. زين اكثر كونسنتريشن ممكن تخليها بكل ليتر اوف فلويد اوكي. زين الريت اوف ادمنستريشن الحد ال 20 مل اكوفالنت بير اور ممكن ينطي بريفرال لاين، بريفرال اي في لاين، لكن ما زاد عن العشرين، اذا تنطي بريفرال اي في لاين 20 يعني الريت، انتبه علي مو الكونسنتريشن، الريت اذا اقل من 20 مل اكوفالنت بير اور تنطي بريفرال اي في لاين ماكو مشكله، لكن اذا اكثر من 20 مل اكوفالنت ممكن يسوي اريتيشن زين وفليبايتس، فتنطي خلال من ثرو ذا سنترال لاين، سنترال لاين. واضح؟ اذا اعيد التريتمنت اوف هايبوكاليميا بشكل سريع، البيشنت هايبوكاليميك شو اسوي له؟ عوضه، اذا كان البيشنت ستيبل عوضه اورال 20 الى 40 ملي اكوفالنت بير دوز وراقب البوتاسيوم واشوف، لا والله البيشنت از انستابل اعوضه اي في، اعوضه اي في. زين ايش قد انطي اي في؟ 10 الى 20، ممكن اوصل اقصى شيء الى 40 ملي اكوفالنت بير ليتر، وانطي الريت، انطي الريت اكوردنج تو نيد، هذا اعلى ريت، اقصى ريت اوصله هو 40 ملي اكوفالنت بير اور، اقصى ريت هذا اقصى كونستريشن 40 واقصى ريت 40، اقصى ريت ممكن اوصل له مو اكثر من 40 مل اكوفالنت بير اور، اقصى كونسنتريشن هو 40 ماكسيمم كونسنتريشن 40 مل اكوفالنت بير لتر، وماكسيمم ريت حتى لا تنسى الرقم 40، 40 مل اكوفالنت بير اور. اللي اقل من 20 تقدر تنطيه بريفرال اي في لاين، اكثر من 20 مل اكوفالنت بير اور تنطيه ثرو سنترال لاين. اوكي هذا الهايبوكاليميا بشكل مختصر، و كان الله يحب المحسنين. زين صارت ايش قد؟ صارت تقريبا يعني اقل من 3 4 ساعة بشوية، دا اشوف الاعداد بدأت تقل، يعني معناها اكو ناس بدأت تنام وتخفى، فما اريد الوت اكثر، فراح يعني نكتفي بهذا القدر اليوم على مود يعني لانه حتى لا تتعبون، وان شاء الله باكر او يعني عقبه نحكي لكم على الهايبركاليميا والمغنيسيوم والكالسيوم. أوكي شكرا جزيلا، تصبحون على ألف خير.